السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإخوة والأخوات. اليوم إن شاء الله غادي تكون عندنا أول حصة كمراجعة لمادة اللغة العربية اللي عندنا بيان سور في ليكزامان ديال الفان دو فورماسيون إن شاء الله. واللي غادي نشوفوا فيها يعني بعض وسائل التواصل وتقنيات التواصل. بيان سور هاد المادة حتى هي ما كتقلش أهمية على الفرنسية أو الإنجليزية، فهي على 20 نقطة. وكي كنقولوا دائما يعني ما فحاول أعطي لأي مادة القيمة ديالها، لان ديما ديك الماده اللي كتقدر ما تعطيهاش القيمه ديالها هي اللي كتخلق الفارق، على ربما عدد النقاط اللي كيكون خاصك مثلا فكيجي من ديك الماده اللي انت كتمشي. يعني هذا الشيء عن تجربه مرارا وتكرارا. اللغه العربيه الاكثريه كيتسائل شنو غادي تحط مثلا في اللغه العربيه، شنو ممكن نشوفه. فدائما يعني كيكون الامتحان في ماده اللغه العربيه على شكل نص، كيكون نص وكيكون الاسئله ديالو. هاد الاسئله بطبيعه الحال فكتكون اسئله اللي هي مرتبطه بالنص، بحال كيف نشوفوا مثلا في اللغه الفرنسيه كيسيون ديكسبريسيون اكريت. كاين امور اخرى يعني اللي مثلا دور التكوين المهني في مجال التنميه ببلادنا، يعني هذا مثلا سؤال كان تطرح واحد الفان دو فورماسيون. طلعت على اعلان باحدى الجرائد يعرض فرصه للشغل في مجال تخصصك، اكتب طلبا تبرز من خلاله مؤهلاتك. يعني هنا فاحنا امام واحد السؤال اللي هو تقني بحال الشكل ديال اون دوموند دومبلوا بالنسبه للغه الفرنسيه. ايضا فهم الاسئله يعني اللي ممكن نشوفوا حسب نماذج عندي هنا. دائما فيعني كيتطرح داك السؤال ديال دور التكوين المهني في مجال التنمية، أسئلة ديال النص، وكيتطلب مثلا إما أنك دير واحد الطلب ديال ستاج دورة تدريبية دوموند دو ستاج، أو لا طلب ديال العمل بشكل مباشر. بالنسبة للحالة الأولى اللي غنشوفو هنا فهي رسالة طلب عمل، يعني يقدر يتطلب منك هاد المسألة. فدائما بحال الشكل ديال إن دوموند دومبلوا باللغة الفرنسية، فكيكون بادي بالبسمله، الاسم ديالك، النسب، العنوان، الجنسيه، الهاتف. على اليسار ديال طلب العمل يعني كيكون مثلا الجهه اللي غادي توجه لها هذا الطلب، مثلا المملكه المغربيه، وزاره الصحه، وزاره الداخليه نموذجا. وكدير الموضوع اللي هو العنوان، موضوع طلب شغل منصب شاغر مثلا. سلام تام بوجود مولانا الامام، فهذه يعني عباره كتكون في اي رساله. وبعد اطلاعي على اعلانكم في صحيفة الصباح مثلا او اي صحيفة، الشيء الذي دفعني للكتابة اليكم هذا الطلب متمنيا قبولي لاجراء مقابلة. يعني هنا كدير ديك البداية ديال الموضوع ديال المراسلة ديالك او الطلب، وكتدخل في لي ديتاي، يعني بحال الشكل ديال دوموند دومبلوا باللغة الفرنسية، كتدخل في المعلومات التقنية اللي متعلقة بك. ليكن في علمكم اني شاب مغربي بالغ من العمر 20 سنة، حاصل على شهادة البكالوريا مثلا سنة 2008، وأتابع دراستي كتقني متخصص في التجارة. وللإشارة هناك معلومات أخرى يمكن الاطلاع عليها في نهج السيرة، يعني في لو سي في. في انتظار استدعائي لإجراء المقابلة والوقوف عند خبرات أخرى، تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. فكيكون السلام وكيكون الإمضاء ديالك لتحت. نشوفوا فهو ديال يعني سيره ذاتيه، ان سي في. السيره الذاتيه باللغه الفرنسيه فما كتختلفش على السيره الذاتيه في اللغه العربيه، فهي كتبدا مثلا بالاسم ديال الشخص، البيانات ديالو كيكونوا تحت منه، واخا انا في هذه الصوره كنلقاهم يعني محطوطين بواحد التقنيه اخرى. كتكون الصوره بطبيعه الحال على اليسار ديال السي في باللغه العربيه. كيكونوا المؤهلات العلميه يعني دائما في الاول، مثلا لي ستاج او لا لي ديبلوم اللي عندك. ابري كيكونوا الخبرات العلميه، الخبرات العمليه باردون، يعني مثلا الشركات فين خدمتي، البلايص فين درتي تكوين. وكيكون مثلا لتحت اللغات، يعني اللغات اللي كتكلمها، او المهارات، مثلا المهارات العمليه اللي عندك بحال لانفورماتيك، بحال سيرفيس كوميرسيال مثلا،
سيرفيس جوريديك نموذجا، وفي الاخر فكيكون يعني الهوايات ديال الشخص، ممكن انه يدير الهوايات ديالو بحال كي كنشوفو في اللغه الفرنسيه تماما. هنا كي كنشوفو في الصوره نموذجا، فهذه رساله تحفيزيه من اجل مثلا الولوج للمباراه او للوظيفه معينه. كتب التايب الاسم والنسب، رقم البطاقه، الهاتف، العنوان الى السيد مدير الاكاديميه الجهويه مثلا للتربيه والتكوين. الموضوع رساله تحفيزيه بخصوص مباراه الدخول الى المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين. كنديروا المسلك، وبعد يشرفني ان اتقدم او ان اقدم السيد المدير ترشحي لهذه المباراه التي ستجرى يوم. كنديروا التاريخ، ان ترشيحي هذا نابع من اهتمامي بالمجال وكذا، من خلال مثلا مشواري الدراسي، كل هذا الى جانب المهارات والتقنيات التي اتمكن منها والتي انا متمكن منها نظريا وعلميا. كتذكر من بعد يعني علاش اخترت هذا الشواء، ان اختياري لهذا التكوين ينطلق من قناعتي، وبالتالي فهذا التكوين يفرض علينا تعددا منهجيا، يعني ذكر المنهج العلمي والوصفي، كما يفرض العمل بمقاربات. وفي انتظار قبول ترشيحي تفضل سيدي المدير بقبول اسماء عبارات التقدير والاحترام. كنعتقد هذا الشيء كل ما كاين في اللغه العربيه، لانه صراحه هذا العام فما قريناهاش، وحتى فاش كنقراوها يعني ما كيكونش واحد الوقت كافي ولا واحد فيعني كتقرا مثلا في ساعات معينه، فما يمكنش تضبط يعني هكا الماده بشكل كلي. فغادي نشوفوا شنو عند الاخوان الاخرين، يعني لا من استفسارات لا من اسئله، لكن مثلا ربما اللي يقدر يكون قرا شي حاجه ويفيدنا بها. فقط كتنبيه بالنسبه للاخوان، نذكر الناس اللي غادي يدوزوا الفرنسيه والانجليزيه والعربيه، ففي حاله كدير مثلا دوموند دومبلوا ما كتكتبش السميه والنسب ديالك في الامتحان، لانه الا كتبتيه ما كيتحسبش الموضوع عندك صفر، لانه حسب يعني النظام ديال التصحيح فكيعتبروا هذيك بحال محاوله غش، يعني بغيتي تبين مثلا السميه تاعك المصحيح، لان الاوراق ديال التصحيح اللي كيمشوا لمراكز التصحيح فبحال الشكل ديال الباك، يعني كتخبى ديك السميه. فيعني مثلا فاش تكتب دوموند دومبلوا سواء بالفرنسيه او لا باللغه العربيه او لا بالانجليزيه، فما تكتبش سميتك نهائيا، خلي بلاصه السميه خاويه ودخل مباشره في الموضوع. ما تفوتنيش الاشاره للتذكير كما درنا السنه اللي فاتت، يمكن مثلا يكون موضوع في اللغه العربيه، مثلا واحد الشركه ما خلصاتكش في لو شيك، يعني دير لها مثلا طلب ديال الاداء، فبحال لا دوموند في اللغه الفرنسيه تحاول ديرها بالعربيه تماما، يعني بالاسلوب ديالك. كذلك مثلا اون ريكلاماسيون من واحد لو كليون تكون باللغه العربيه، وتطلب منك انت انك تجاوب على ديك الريكلاماسيون، على ديك الشكايه. فنفس الشيء اللي شفناه في لاجيرسي كتحاول تطبقه في اللغه العربيه. اذا فبالنسبه للسؤال اللي كيتطرح، ما هو دور التكوين المهني مثلا في التنميه، او لماذا استفدت من التكوين المهني؟ فكتقول ان التكوين المهني ولا مؤسسات او مكتب التكوين المهني مثلا هو مؤسسة تابعة للدولة، الدور ديالها هو تكوين الاطر مثلا وتوفير ليد العاملة لسوق الشغل. فيعني كتهضر بشكل عام، بيان سور لا رول ديالو هو لا فورماسيون كونتينيو ديال لي ستاجير، و او ميم طون حتى ديال الموظفين مثلا اللي كيتابعوا الدروس الليلية ديالهم بمختلف مؤسسات التكوين المهني. بعبارة أخرى يعني تغطية حاجيات سوق الشغل. فهاد مكتب التكوين المهني كيشوف مثلا فين كاين داك لو بوزوان في سوق الشغل، فهو كيفتح يعني بعض الشعب وبعض المسالك باش يكون فيها مجموعة من الطلبة ويسدوا هاد الخصص. كما يقدر يكون يعني أسئلة بشكل عام على أي موضوع مرتبط بالتجارة، تسويق مثلا، التجارة الدولية، اللوجيستيك، يعني تشوفوا كموضوع باللغة العربية، زائد الأسئلة ديالو اللي هي أسئلة عامة، وبعض المرات كتكون أسئلة تقنية. إذا تقريبا فكانت كفيديو يعني قصير عام على الأمور اللي ممكن توضع في امتحان ديال مادة اللغة العربية. بون كوراج أتوس.